أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق نسختها الثالثة في الفترة ما بين الثاني وحتى 12 من فبراير القادم، تحت رعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. 55 ناديا من 15 دولة عربية تستضيفها إمارة الشارقة على مدى 10 أيام للمنافسة على كأس الأندية العربية للسيدات 2016. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة المنظمة للدورة تمهيدا لانطلاق منافسات النسخة الجديدة في فبراير المقبل. دورة الألعاب لأندية السيدات لعام 2016 هي امتداد لنجاحات الدورات السابقة من عام 2012 لغاية اليوم الحمد لله. السنة هذه إن شاء الله سوف تكون الدورة متميزة كالدورات السابقة، ولكن السنة هاي إن شاء الله إضافة لها لعبة الفروسية واللي إن شاء الله بتكون في حفل الافتتاح إن شاء الله. إلى جانب رياضة الفروسية التي تم استحداثها ضمن الدورة، كشفت اللجنة المنظمة أيضا عن كافة التفاصيل المتعلقة بالرياضات الثماني تتنافس عليها المشاركات وتستضيفها مختلف الأندية والمنشآت الرياضية في الإمارة. تم تجهيز المنشآت الرياضية اللي ستقام فيها هذه البطولة وال الملاعب الاحتياطية، المنشآت الاحتياطية اللي بتكون فيها تحت التدريب، وإن شاء الله نأمل بإذن الله تعالى أن نوفق في إخراج هذه الدورة. من خلال قناة الشارقة الرياضية وكذلك قناة الشارقة إن شاء الله راح تنقل الكثير من الفعاليات المصاحبة بالإضافة إلى المنافسات نفسها إن شاء الله، بحيث أن يعني نعزز الانتشار لهذه البطولة والمنافسات التي يعني تحصل فيها. دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات منذ انطلاقها عام 2012 تحظى بدعم كبير في الإمارة باعتبارها منصة مثالية لتنمية المواهب على أن تصبح بطولة عربية تنظم كل عامين.